ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. طريق الحرير هو مصطلح اقتصادي بدل على مجموعة من الطرق المربوطة ببعضها ويلي بتوصل بين الصين وأوروبا، وهالطريق له قصة تاريخية رح أحكي لكم إياها بهاي الحلقة. حوالي سنة 200 قبل الميلاد كانت الصين تحت حكم سلالة هان، وبهداك الوقت كانت الصين محتكرة صناعة الحرير، وهي بالحقيقة ظلت محتكرة هالصناعة حوالي 3000 سنة، لدرجة أنها كانت تحكم بالإعدام على كل شخص بيفشي سر صناعة الحرير لحدا غريب. وبيرجع الفضل بإقامة طريق الحرير للجنرال زان كيان اللي فتح الطريق الأول بين الصين والغرب بالقرن الثاني قبل الميلاد. كان رايح ببعثة دبلوماسية باتجاه الغرب لعقد تحالفات ضد شعوب جيوغ نونو، وهنن الأعداء التاريخيين للصين، بس تم خطفه واحتجازه خلال هالرحلة. وبعد 13 سنة قدر يهرب ويرجع على الصين، وحكى للإمبراطور الصيني بشكل مفصل عن الطرقات اللي مشيها خلال رحلته. وبعدها بعثه الإمبراطور الصيني ببعثة تانية ليزور عدة شعوب مجاورة للصين، وهالبعثة زادت معرفة الجنرال زان كيان بالطرقات اللي بتربط كتير من البلدان. وقرر الإمبراطور الصيني يعتمد على هاي المعرفة ليفتح شبكة طرقات توصل الصين بالغرب لتصدير الحرير الصيني لكل العالم. ورغم أنه تصدير الحرير كان واحد من أهم الدوافع لإنشاء طريق الحرير، بس الحرير بالحقيقة كان واحد من المنتوجات الكتيرة اللي كانت تنتقل بين الشرق والغرب، ومنها الأنسجة والتوابل والبذور والخضار والفواكه وجلود الحيوانات والأدوات والمشغولات الخشبية والمعدنية والقطع الدينية والفنية والأحجار الكريمة وغيرها كتير. ومع الوقت اتطور طريق الحرير وتوسع بفتح طرقات وفروع جديدة منه لحتى صار شبكة واسعة بخيارات متعددة، وزاد الإقبال عليه خلال القرون الوسطى وظل يستخدم حتى القرن 19 ميلادي. خلال هاي الفترة الطويلة من استخدامه ازدهرت كتير من الحضارات القديمة مثل الصينية والمصرية والهندية والرومانية، انتشرت عبر العالم اختراعات كتيرة وثقافات معرفية ودينية. مع المنتوجات التجارية والصناعية انتقلت العلوم واللغات من بلاد لبلاد تانية. أما اسم طريق الحرير فهو اسم جديد نسبياً، أطلقوا عليه العالم الجيولوجي الألماني البارون فرنانديز فون ريتشهوفن سنة 1877. وسوريا كانت جزء من طريق الحرير بفرعه الجنوبي يلي كان يمر عبر العراق وتركيا للبحر المتوسط أو عبر سوريا لمصر وشمال أفريقيا، وبالتحديد كانت القوافل التجارية تمر بمدينة تدمر كمحطة هامة وأساسية كون واحة وفيرة بالمي بنص صحراء بادية الشام. أما الطريق الشمالي فبيمر عبر شرق أوروبا وشبه جزيرة القرم حتى البحر الأسود للبندقية. وهيك كان طريق الحرير عبر التاريخ من أهم الطرق التجارية اللي كان لها تأثير على العالم كله اجتماعياً وثقافياً وسياسياً ودينياً. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.